أني وزوجي. نعم. يعني أني وزوجي أبد ما نتوافق أبد، ما نتوافق أني وزوجي. ما منسجمين. وأني أحب شخص ثاني. تحبين؟ إيه. تحبين شخصا آخر، وأنت متزوجة بهذا؟ متزوجة وعندي أطفال اثنين. لا إله إلا الله. زين. فأريدك يعني تسوي الحال تشوف نفسي تنصحني فيه حتى أقدر أتزوج. شلون أنت يعني شلون صارت عندك علاقة مع هذا الثاني وأنت متزوجة؟ أني والله العظيم شغلة على كلامي، علاقتنا حب شريف وطاهر. حب شريف طاهر؟ والله المتزوجة، المتزوجة يعني تحب شخص آخر حب شريف؟ ما يعطيني مجال. نعم؟ ما يعطيني مجال. زوجي. زوجك ما يعطيك مجال، فأنت الحين تفتحين علاقة مع شخص آخر؟ شوف المحل. والآن شنو يعني الحل اللي في بالك، شنو شو تريدين تسوين؟ انت موجوده مع زوجك، انت موجوده مع زوجك، فشو اللي تسوي؟ تريد يعني تتطلقين من عنده؟ اتطلق. عجيب، يعني تتطلقين على حساب انه ذاك الولد اللي متعرفه عليه تضحين باطفالك ووضعك وكذا حتى يعني يعني تصلين الى ذاك الولد الشاب هالشكل؟ لا إله إلا الله. إذا أنا أتكلم معك تسمعين كلامي لو فقط هالشكل بس تأخذين كلام؟ لا طبعا أسمع كلامك إن شاء الله. أم علي. أيوة.